وانا منهم وشنو هو مزاح توا خير كان تعمل فيه معروف دبر لي فيه خدمه معاكم في بعد الفلايك الفارغه هذه. ايوه كان كعبات على المحرمه وارتاح ارتاح قال لك ارتاح خيك يا ولادي امنا ولليل للصبح دال على طولها بخمسين قرش خمسين قرش دار كلها هذا اللي صار يا اخوي ما هي السردينة باعوها بثمانية قروش الكيلو وما فيش منو يبي ياخذها صرنا الشباني كان مانين على كل شيء لاندر عليها لا تخلى لا تعمر انت لاقي في حبلك وتنقز وتبرطع وانا بصنارتي وانا كشط يعني فيه واندروا عليها فهمت ولا تخرى ولا تعمر واطلعنا احنا الزوز بيت افالي ولادني تي احنا ناس توا يجب ان نخدمه يجب ان نعرقه احنا نبون ناكله نبون نعيشه ونعيشه منين يا حسرة ما فيش منه ضربها الا ودي الكلب توا راهو عايش في خيار خير انت على شكون انا مخويك واتمرت فوق ساعدون يا ريت نسمعنا كلامه ومشي انا معاه كذا لو حتى احنا متبعحين ما مش هو ما هو خير ما نشرش بالله هي اسمع انت لو على ما دماغك مش عليك نسيبوا امنا يستذكروا ونمشوا معاه ولا بدي اعزى هالبناس امهم تخدم بالكلام وتغسل للناس وهو ليل لي سيارة ما هو ده ومقولها على حيث بارك يعجبك لكن هاي يعجبك نمشو لا والله اللي عندك الحق يا سيد عندك الحق احنا يا اخوي الشر والالعاب اللي بينا بأمنا اولك توا ولد امك حق خلاص ايوه صبر يا سيدي قول لي يا سيد ايش رايك لو تمشي لابوك وتحكي لي على حالنا بكش يحصلوا منا تفتوف الرقعوا بها الحال والله إلا فكرة العصدون تمر ما نتاه يا بابا شنتها عشرة قروش ها؟ إيه باش نبينا نركب عشرة قروش مرة واحدة إيه خمس الصرمية تمسكها يا سوي يا باش نركب وخلاص أنا أعطيك باش تركب على طول هات لكن في الجيام خد تاكسي من الفلوس اللي بيعطي من الكبوك وتعال هات لا نجي على رجليك بصك فيه أجل سيدي هذا شنو هذا؟ وشنو يبي؟ طيح والله ساعدك تغير يا داي يا ولد سبحان الله العظيم تدنكم معايا سبحان الله ثاني والدكم من غادي بعتني قال لي بالرسول وقال لي طمن لي عليهم وقال لي بعد ايام انا بنجي كله قلته له والله العظيم اللي قلته له ما تبيش تفهم انت سبحان الله يا داي غير تعال لنا زي نسلم عليك بس عمره ما يصير منك تعالي ساعدوني بيك يام ها تعالي نسلم عليك يا داي ما ربي لك سلام شنو تبي جاي قاعد تغادي مع وباك الصانية رهنتوها وشنو مازالكم بترحموا يا الله ملعب يا ولد ملعب شنو مازالكم الصانية رهنتوها شنت وباها ملايات وكبابيض وشنو مازال ثانية يا ولد تسكر فمك واسكت انت شو الكلام الباهي ما تعرفش تقوله احنا نصلحه من جهة هو يفسد من جهة لا انت تسجل يديه في نفسه حتى هو بالله مش الرجيم يام تو اللي فتمت والولداه جي وقال بوه يبي يجي وخلاص فكونا من دول فرغة ما عندناش نديرو بيه سلامة صغاري داداي كون سلامة صغارك هذا ان شاء الله ربي ينجيهم لكم انا قارين فيه شيء ونجينا كله بتقولي كون سعدون هو ابوه قعدوا مدة طويلة وما جوناش فهذه نيب نقول لك عليها كون يتيسر وكان البو اللي تحكي عليه بيقولوا كيف رئيس المركب هي تغلق
سامحني يا أخ نقول كلمة. قول. وسي الرئيس هذا لما يصدلها ما تقول شفت يفكوا منها هلا الدمان يا ولد بتفكروا منه ولا بتسكر علينا هالباب هذا ولا سكر علينا هالباب